الكانغال. يتميز كلبكانغال بالوجه الأسود وآذان سوداء أو مظللة وبقع بيضاء متفرقة في الصدر والذقن وأصابع القدم. ويبلغ طول الذكور كلب الكانغال من 70 إلى 80 سنتيمتر ووزنه ما بين 48 إلى 60 كيلوغرام. أما الإناث فيبلغ طولها بين 67 إلى 72 سنتيمتر ويصل وزنها من 53 إلى 63 كيلوغرام. ويبلغ متوسط قوة عضات الكانغال 743 رطل لكل بوصة مربعة، وهي أعلى من بقية سلالات الكلاب الأخرى. عادة ما تستخدم للحماية من الذئاب والدبابة وابن أوى في موطنه الأصلي تركيا. تم تصديره لدول إفريقية مثل ناميبيا وكينيا في السنوات الأخيرة نظرا لحجمه وقدرته، حيث نجح بنسبة ما أن يحمي القطعان المحلية من الأسود والفهود والعديد من المفترسات الأخرى. كلب الكانغال هادئ وسهل السيطرة عليه، قد يكونون منعزلين تجاه الغرباء لكنهم اجتماعيين جدا وودودين مع الزوار وخاصة الأطفال. إن كلب الكانغال المدرب جيدا حساس ويقظ للمواقف المتغيرة ويستجيب للتهديدات والخطر بسرعة كبيرة. إنهم حراس جيدون للماشية والبشر على حد سواء، لكنهم قد لا يكونون مناسبين للمبتدئين عديمي الخبرة في تربية الكلاب. يبلغ متوسط عمر كلب الكانغال ما بين 10 إلى 14 عاما في الأسر. الفهد. الفهد هي قطة كبيرة مشهورة بكونها أسرع حيوان في العالم، فتصل سرعة شيتا إلى 70 ميلا في الساعة، وهو ما يعادل تقريبا 112.6 من 10 كيلومترا لكل ساعة. ويمكن للشيتا الوصول من 0 إلى 69.5 من 10 كيلومترا في الساعة خلال 3.5 من 10 ثانية فقط. فهد الشيتا من الحيوانات المبهرة التي تعتبر أسرع من معظم السيارات الرياضية حتى يومنا هذا. معظم فهود شيتا تعيش في إفريقيا، لكن عددا قليلا من فهود شيتا تعيش في إيران. ويحب فهد الشيتا العيش في المناطق الواسعة المفتوحة مثل المراعي الإفريقية والسافانا. فهود الشيتا تتميز بمعطفها الفرو البني المنقط بالأسود حتى تستطيع الاختباء عن أعين فريستها. ولا توجد بقع سوداء على معدة الشيتا التي تتميز باللون الأبيض. فهد الشيتا البالغ يتراوح وزنه ما بين 41 كيلوغرام تقريبا إلى 63.5 كيلوغرام تقريبا، وطوله يتراوح ما بين 120 سنتيمتر إلى 137 سنتيمتر تقريبا. يتميز فهد الشيتا بجسمه الرشيق النحيف وساقه الطويلة وصدره العميق وخصره النحيف، وهو يعتبر أصغر القطط البرية الكبيرة كالأسد والنمر واليوبارد والجاكوار. فهد الشيتا يتغذى غالبا على الثدييات الصغيرة ومتوسطة الحجم مثل الغزلان والضبيان ودجاج غينيا والدجاج
الكرش الحبشي والأرانب البرية تحب حيوانات فهود الشتاء الاصطياد وقت الغسق أو الفجر، فهي تعتمد على بصرها حتى تصطاد. تتسلل نحو الفريسة ببطء ثم تستعمل سرعتها الخارقة وتنقض عليها. متوسط العمر الافتراضي في البرية يصل إلى 14 عاما. من سيفوز؟ في حال حدوث صدام بينهما فالفهد سوف يفوز، وذلك للأسباب التالية: أولا، يجب أن لا ننسى أنه حيوان بري، فهو يملك خبرة القتال والمهارات أكثر من الكنغال، فحجم عضلات الفك لدى الفهد كافية لتجاوز قوة عض منافسه التي تبلغ 743 رطل مقابل 310 أرطال للفهد. دون أن ننسى مخالبه الحادة والطويلة، فبضربة واحدة بمخالبه يمكن أن يسقط الكنغال أرضا، لذلك لا يملك الكنغال أي فرصة ضد الفهد حتى ولو كان هنالك فارق في الحجم. إذن فمن وجهة نظرنا الخاصة فسوف نختار الفهد. وأنت عزيزي المشاهد، برأيك من الذي يمكنه الفوز على الآخر، الفهد أم كلب الكنغال؟